تسير وزارة الداخلية بخطى واثقة نحو تطبيق الجانب الإنساني والاجتماعي في استراتيجيتها الأمنية، والتي تأتي تنفيذا لمحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ذلك من خلال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل قطاعات الوزارة. يتجلى ذلك في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بصورة إنسانية وحضرية. كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. تسير وزارة الداخلية بخطى واثقة نحو تطبيق الجانب الإنساني والاجتماعي في استراتيجيتها الأمنية، والتي تأتي تنفيذا لمحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل قطاعات الوزارة. ويتجلى ذلك في الخدمات التي تقدمها للمواطنين بصورة إنسانية وحضارية وبشكل ميسر، وفي مقرات تم تطويرها إنشائياً وتزويدها بالتكنولوجيا، مع الاهتمام اللازم بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص أماكن لائقة بهم والإسراع في إنهاء إجراءاتهم. كان إنشاء الوزارة لمركزي الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وبدر هو تطبيق فعلي وسريع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تصميم المركزين جاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتفق مع منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة التي تنتهجها الوزارة. فيهما يتم تطبيق برامج تأهيلية وضعها خبراء ومختصون لصقل المهارات الفنية والحرفية وتصحيح المسارات الفكرية والسلوكية، ليتسنى للنزلاء بداية فعلية صحيحة لحياة جديدة عقب الإفراج. مراكز الإصلاح والتأهيل تلك هي بديل للسجون العمومية التقليدية التي يتم إغلاقها تباعاً مع توالي إنشاء هذه المراكز. وعن طريق إدارة شرطة الرعاية اللاحقة تمتد الرعاية المقدمة للنزلاء عقب الإفراج عنهم وأسرهم، من خلال إتاحة الفرصة لهم ومساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة تدر دخلا ثابتا عليهم، أو بتقديم مساعدات عينية دورية تلبي احتياجاتهم الحياتية والحتمية. وهي استراتيجية تهدف لقطع الطريق عليهم للعودة لمسلك الجريمة، ليصبحوا فاعلين صالحين في مجتمعهم. تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، كانت لوزارة الداخلية جهود كبيرة في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم، فتم إفاد قوافل طبية ومساعدات إنسانية وعينية للمواطنين استهدفت القرى والمناطق الحضارية الجديدة والأكثر احتياجاً بكافة المحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تشارك فيها الوزارة بفاعلية. وجاء تحرك الوزارة بشكل سريع لتقديم الدعم للقرى المتضررة من السيول بمحافظة أسوان، ليؤكد على هذا الدور الفاعل في دعم ومساندة المواطنين. وبتوجيه من رئيس الجمهورية، شاركت وزارة الداخلية في مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، من خلال تحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي مجاناً، وأعدت مراكز فنية مخصصة لهذا الغرض، كما تم وضع ملصقات ذات ألوان وخطوط متناسقة على سيارات الأجرة، وكذا على السيارات والمركبات والمنشآت الشرطية تعبر عن طبيعة وحضارة أسوان. أطلقت الوزارة العديد من المبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في مناسبات عدة. في
خلال المناسبات القومية والمجتمعية والاحتفالات الرسمية، نظمت الوزارة زيارات لدور رعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمستشفيات المختلفة، إضافة إلى مبادرات للكشف المجاني على المواطنين بمستشفيات الشرطة، مع استقبال تلك الفئات بقطاعات وأندية الشرطة للاحتفاء بهم. ولكي تضمن الوزارة تعظيم دورها الإنساني والاجتماعي، يتم عقد دورات توعوية وتثقيفية للعاملين بها لتزويدهم بالخبرات اللازمة لأداء مهامهم. وتثبت وزارة الداخلية بإجراءاتها الاجتماعية والإنسانية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، حرصها على توفير حياة كريمة لهم وصون كرامة المواطن في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أبناء مصر يستحقون الأفضل دائماً.